يا امال، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام، ورحمه الله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. استاذنك بس انا عايز اعرض على الشيخ بس اتفضلي حاجه صغيره بعد اذنك. اتفضلي طبعا. بص حضرتك، انا زوجه بقالي 21 سنه، طول عمري مع زوجي واقفه معاه بما يرضي الله، طول عمري بشتغل وبديله وعمري ما قلت له لا في حاجه، واقفه جنبه بما يرضي الله تعالى. بعد 21 سنه سابني وراح يتجوز بنت صاحبتي. بنتي كانت بتقول لي يا طنط وبتقول لي يا عمو. اقول له ليه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عارفه هو بيعمل معايا ليه كده، انا ما قصرتش معاه في حاجه، بصلي وبدعي وبقول حسبي الله ونعم الوكيل، يقول لي مش هيقبل منك. هل فلما احتسب عند ربنا وادعي على الناس دي من حرقه قلبي وعلى بيتي اللي اتخرب بعد 21 سنه وانا واقفه جنبه ما قصرتش معاه في حاجه، هل ربنا مش هيتقبل مني لما ادعي عليه وعليهم بحسبي الله ونعم الوكيل؟ هو انت اتطلقتي امال ولا لا؟ لا لا، احنا حصل مشاكل ورجع خلاص عشان الولاد، وانا رجعت البيت عشان خاطر ولادي. انما اتجوز بس البنت. انا بصلي وبدعي ربنا قيام الليل وفي كل وقت بدعي، بيقول لي ربنا مش هيتقبل مني. انا بقول له انت ظلمتني وهي ظلمتني لما قبلت جوزي اللي هو هي دخلت بيتي وانا دخلت بيتها واخدت جوزي لبنتها. هي قبلت صاحبتي ودخل وقعدت واكله وشاربه بيتي وانا داخله بيتها، والاخر لقيتها اخده جوزي مني واخده ابو عيالي وخربت بيتي. صاحبتك قوي يعني؟ ست بقالي معاها 20 سنه داخله خارجه بيتها، وهي البنت دي انا حاضره فرحها، البنت اللي جوزي عايز يتجوزها او اتجوزها انا حاضره فرحها. كانوا ونعم الناس وانا كنت معاهم اخت وهم كانوا اخواتي، بس الغدر وحش من اقرب الناس ليكي. وانا ما سالتلهوش في حاجه وعمري ما سالتله في حاجه. طيب سؤالك ايه يا امال؟ خلاص انا كده لما هو بيقول لي دعائك مش مستجاب، انا بقول له بدعي على الظلمني وعلى اللي افترى عليا. انا دعائي يا عم الشيخ عليهم بالاحتساب وان هو ينتقم لي منهم، دعائي ربنا ما يستجابليش وانا ست مظلومه. تمام، شكرا يا امال. هنرد على سؤال حضرتك بعد فاصل قصير.